ندخل في اجواء حلقتنا النهارده ونبتدي معاكم بظاهره غريبه حبتين حصلت في الجوله الثانيه من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا، ونقدر نقول على الجوله دي ان هي جوله تعثر الكبار انجاز التعبير. ناس كتير شافت ان تعادل النادي الاهلي خارج ملعبه مع يانج افريكانز اللي هو وصيف البطوله الكونفدراليه هو امر سلبي، ومش شويه اللي شايفين كده، ناس كتير شافوا كده، لان الحقيقه يعني دايما بنتفق على فكره ان احنا مش بنفرح قوي بنتيجه التعادل، غير هنقول بشكل استثنائي في ظروف معينه او مع انديه معينه. الملاحظ بقى في الجوله الثانيه ان معظم الانديه الاتقل الاهم المرشحه للقب او اضعف الايمان مرشحه للوصول للادوار النهائيه من هذه البطوله تقريبا كلهم بدون استثناء جاءت نتائجهم عكسيه تماما لكل التوقعات، من اول خساره الترجي امام الهلال السوداني، بعدها فوز ميدياما على شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، بعدها فوز مازيمبي على سان داونز، والمفاجاه الكبيره كانت في خساره الوداد المغربي للمره الثانيه بهدف امام اسك العاجي، وقبلها طبعا كان خسران في الجوله الاولى من جالكسي. فحاجات غريبه، وكمان طبعا النجم الساحلي خسر من بيترو اتلتيكو الانجولي. ده بياكد كلامنا ان مفيش فريق سهل خلاص، كل الفرق اللي بتشارك في هذه البطوله كون ان هي وصلت اصلا لهذه البطوله فاحنا بنتكلم على فرق قويه، مفيش فريق سهل في هذه البطوله، ودينا شفنا نتائج كل الفرق الكبيره عشان يعني كانت عامله ازاي في الجوله الثانيه، واضح كده ان احنا بصدد المزيد من المفاجآت الفتره الجايه ان شاء الله. بص، هو الموضوع غريب، وقلنا الكلام ده برضو يعني اعتقد في بدايه الاسبوع اللي فات، وده اللي بيخلينا نتعامل برضو مع كل فريق بمنتهى خلينا نقول الجديه. يعني دايما انت بنشوف ماتشات مع الاهلي، المنافس دايما بيحترم النادي الاهلي، بيبقى عامل ليه قيمة كبيرة جدا. الأهلي أكيد بيبقى بيحترم كل المنافسين، سواء المنافس بتاعه بعيد. شكرا. مش عارف أنا لقيت نفسي قاعد فاضي، الورقة طارت، إيدي فاضية، قلت بسرعة عندي راجعها. النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين أكيد بيحترم كل المنافسين، ودي حاجة مش هنقعد نقولها كل مرة، بس من فترة لفترة لازم يعني نشير إليها. لكن اللي بيكون واضح جدا، أنت بتلاقي يعني مثلا فريق لسه حديث المشاركة تلاقي إن هو بيتعبك في الملعب، باللفظ ده بيتعبك في الملعب، عشان التكتل الدفاعي اللي بيكون عايز إن هو عن خلاله يحمي المرمى بتاعته، عايز يبقى مركز جدا مع خطوات النادي الأهلي. بالنظر كمان ليه لو رحنا للجولة الثانية وأكمل كلامك في دور المجموعات والنتائج، هتلاقي برضو التغييرات الموجودة كلها بتقول ان اندية شمال افريقيا تحديدا معظمها حصل ليها تعثرات، وده امر عليه علامة استفهام بصراحة بالخسارة في الجولة دي تحديدا، باستثناء طبعا التعادل اللي حصل النادي الاهلي واللي كان متقدم بهدف لغاية الثواني الاخيرة، وبعد كده يعني عوامل كتيرة جدا كانت موجودة. لكن على كل حال فعلا زي ما انت بتقول الموسم ده غير متوقع، الموسم ده مختلف، وانا بحب الحاجات اللي مش متوقعة بالمناسبة، بتدي متعة. يعني لما تبقى انت داخل وشايف انه في بعض مثلا سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي، في بعض الفرق انت فاهم او معتقد ان هي هتكون في رانك معين، في ليفل معين، في مستوى فني معين، وبعدين تفاجئك، ده بيدي متعه، انا بشوف كده. فعلى كل حال احنا نتمنى المتعه دي ما تبقاش مع النادي الاهلي. أيوة. احنا مش عايزين نتفاجئ كده. يعني ده ممكن يستمتعوا بعيد طبع. لكن طبعا مع النادي الاهلي مش عايزين يبقى فيه مفاجآت، عايزين دايما الاستقرار، عايزين دايما نحافظ على الصداره زي ما احنا متعودين، عايزين دايما نبقى في المقدمه، عايزين نحصد كل البطولات على المستويات المحليه او العالميه او طبعا الافريقيه. فبالتوفيق يعني للي جاي، بس اللي حاصل انا مش شايفه ان هو مؤشر سيء حتى هذه اللحظه. يعني سيبك انت يا قاعد مستمتع بالكادر ده اللي انت طالعه فيه باللوك المدرسي اللذيذ إيه ده بجد؟ والله، وجنب منك كمان مشاهد ولقطات حصريه طبعا من رحله عوده طبعا فريقنا من طبعا اخر مشاركاته خارج مصر. اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله.